السلام عليكم الاخوه والاخوات، صافا لاباس عليكم بخير. مرحبا بكم في الحلقه الرابعه ان شاء الله من الاجراءات الاداريه والوثائق ونوع الاسئله اللي كتطرح يوم المقابله. إذن ان شاء الله اليوم غنهضروا على بعض الاسئله اللي كتطرح يوم المقابله. كتمشيو دوز المقابله في القنصليه ديال كاينه في المدينه ديالكم، في الدوله ديالكم، سواء في المغرب او الجزائر او تونس او ليبيا او اي بلد من بلدان العالم. فمن بين الاسئله اللي كيطرحوا على حساب كل واحد، يعني سواء كان شخص بوحده ولا شخص متزوج مع زوجة ديالو او عائله، او فبعض الاسئله ردوا لهم بالله يعطيكم الستر. ولكن قبل ما نبدا في هذه الاسئله، الناس اللي كيفكروا انهم ولا دايرين خطوبه وتزوجوا مورا القرعة، يعني من بعد ما عرفوا راسهم نجحوا في القرعة الأمريكية غيتزوجوا وعاد يعمروا الدي اس 260. فضروري ثم ضروري وكنأكد عليها، اللي ربح في القرعة وناوي يتزوج عاد يعمر الدي اس ويعمر في الدي اس أنه مزوج، ولكن خصو لي بروف جوستيفيكاسيون أن هذاك الزواج زواج يعني معقول، ماشي زعما زواج مصلحة أو حاجة. لأن في القنصلية غي كيحكروا مزيان، يعني كيستوجبوا الإنسان على ذاك الزواج اللي من بعد القرعة. يعني علاش تزوجتي مورا القرعة؟ شنو السبب اللي جعلك تزوجتي هاد السيدة مورا القرعة، ولا السيدة تزوجت هاد السيد مورا القرعة؟ يعني غيبقاو يسولوه. ولكن إلا عندك بروف، يعني دليل أن هاد السيدة كنت كتعرفها ولا هاد السيد كنت كتعرفيه قبل ما جاتك القرعة، الدلائل شنو هما؟ يا اما درتوا الخطوبه قبل من تاريخ القرعه، عندكم تصاور الدلائل دايرين تصاور انكم درتوا الخطوبه، او عندكم تصاور ديجا قبل، يعني كنتوا كتبين انكم عارفين مثلا جاتك القرعه في 2019 وانت كتعرف هذه السيده في 2016 ولا 2017، عندكم انت وياها تصاور، عندكم ميساجات، عندكم واتساب بعضياتكم، عندكم اذن. هادو ادله كتسمى ادله ان هذا الزواج زواج معقول وليس زواج مصلحه. فانا كنأكد عليها، الناس اللي غيتزوجوا مورا القرعه يحاولوا يتزوجوا قبل ما يصيفطوا الدي اس 260. فإلا صيفطوا الدي اس 260 وهم مزوجين، ما غاديش يكتب مزوج، غيكتب سيليباتير، وما غاديش يدي معاه مرته واخا هو مزوج، وغيوقع عليه مشكل. يعني هذه غادي نهضروا فيها من بعد. فاذا هنا غنرجعوا الاسئله التي تطرح يوم المقابله. فمن بعد الاسئله كاين الانسان اللي كيسولوه عادي، اذا كان هو شخص واحد يعني غيدوز بوحدو فعادي كيسولوه شحال في عمرك، شنو كنتي خدام، امتى شديتي الباك، شنو ناوي دير تخدم في امريكا، عند من غادي في امريكا، شنو كيجيك داك الشخص اللي انت غادي عنده لامريكا، فهمتي. يعني هاد الاسئله عاديين، يعني شخص بوحدو راه يجاوب عادي بين الاسئله. اما فيما يخص الناس اللي مزوجين فضروري كيبقاو يسولهم شي اسئله، يعني فين عرفتي هاد السيده، فين عرفاتك السيده، فين تعرفتو بجوج، شنو كدير انت في الخدمه، شنو كدير هي في الخدمه، واش ساكنه معاها ولا ما ساكناش معاها. يعني شي اسئله حدتهم بساطين، ولكن راه كاين البيج بالنسبه للناس اللي تزوجوا من القرعه، يحاولوا يردوا بالهم، يعني جاوب بصراحه وجاوب جواب مقنع واللي كاين، ما غاديش انا نجيب شي حاجه ما كايناش كاع. كاين الناس مثلا نعطيكم اكزومبل، كاين الناس مزوجين مورا القرعه وسولوهم اسئله غريبه ما تحكمش على البال كاع. السيد مثلا وراه كاين اللي فرقوهم، يعني فرقوا كل واحد كيسولو بوحدو، الراجل كيسولو بوحدو والمراه كيسولوها بوحدها، فكيشوفوا واش الاجوبه بيناتهم واش متلائمه ولا ماشي متلائمه. فهنا كيوقع يعني كيعطيهم اجراء اداري، واجراء اداري يعني كياخذ وقت. يعني كاين اللي جلس راه كنعرف انا اشخاص جلسوا شهر شهرين ثلاث شهور حتى لثمان شهور وما كيتسناو باش الاجراء الاداري يردوا عليهم واش مقبولين ولا لا، وكيطلبوا لهم وثائق وحدين اخرين. فهنا الله يعطيكم الستر، حاولوا تجاوبوا اجوبه صريحه ومقنعه. سولك جاوبوا على قد السؤال، ما سولكش ما تبقاش تافونسي في الهضره، يعني ما تقولش شي حوايج انت ما عندهم حتى شي منفعه، ما عندهم حتى شي حاجه في سميتو في هذا اللقاء. إذن هنا بعض الاسئله ما تحاولوش تخلعوا منهم
والاجراءات كدوز بصراحه ساهله، ما تخاف حتى تمشي بحاجه غتقول لا غنمشي للقنصليه غن اجراءات مع شنو، كاين اجراءات عاديه كتدخل من الاول من الباب كيقول لك اعطيني داك الورقه ديال الرساله الثانيه والباسبور ديالك وجوج التيورات، كتدخل السيكوريتي داك الرجل الامن كيقلبك عادي، كدوز كتخلص الفيزا ديالك، من بعد كتجلس كيعيطولك باش دوز لانترفيو، كدوز لانترفيو راه لو ماكسيموم 5 دقائق، كاين اللي قل كاين اللي كثر، كاين على حسب كل واحد وشنو عنده، لان كل واحد وكتختلف الحاله ديالو. الله يعطيكم الستر، ما تحاولوش تديو على الهضره ديال اللي كل كيقولوا لكم الناس، انا متاكد كل واحد فيكم كيبغي يسول، كيبغي يستفسر، كيكتب، كيدخل جروبات في الفيسبوك، كيدخل جروبات في الواتساب، فحاولوا تاكدوا من المعلومه من عين المكان، يعني من كينتاكي. الناس اللي كيبقاو يسولوا، واخا مثلا اصحاب قالوا لك شنو كان، ولكن حاول تصل، ماشي عيب، كانت عندك اللغه الانجليزيه تصل بهم ديريكت، هما غيقولوا لك ها اللي كاين، ها اللي كاين على السؤال ديالك، يجاوبوك على السؤال ديالك. ما كنتيش عارف عندك اللغه الانجليزيه، حاول تستعن بشي شخص عنده اللغه الانجليزيه، هو غادي يسول لك وغيقنعك بالجواب ديال السؤال ديالك. من جهه ثانيه الناس اللي كيدوزو عاوتاني داك الفحص الطبي، فالفحوصات الطبيه كما قلت لكم في الحلقه اللي دازت، حنا في المغرب كاينين 3 ولا 5 ديال الاطباء اللي هما اغريي من طرف القنصليه المغربيه، كاينين في كازا، هما اللي كيدوزو الفحوصات. ف اون فوا تجيكم الرساله الثانيه، اول حاجه غتاخذوا الرونديفو باش تقوموا بالفحص الطبي، لان الفحص الطبي ضروري كيعطيكم واحد الملف هو اللي كتديوه معكم مصحوب الوثائق المترجمه يوم المقابله في القنصليه، ضروري كدي داك الفحوصات الطبيه. الناس اللي عندهم عمليه، الناس اللي كيكميو يعني كيكميو المخدرات ولا كيتناولوا الكحول، يعني ما تخافوش دوزوا داك الفحوصات الطبيه، ما يكون غير الخير. يا ما ناس يعني هنا في هذه البلاد الامريكان راه ما عارفين الناس كيكميو وكيشربوا عادي، غير هو داك المخدرات القويه بحال الهيروين الكوكايين وداك الشيء اللي حاولوا تفادوه. حاول الناس اللي كيتناولوا هذا الشيء داك السيمانه اللي غيدوز الفحوصات يحاول يقطع داك الشيء كاع حتى يدوز الفحوصات، لان داك الشيء راه كاين الناس اللي يقدروا مثلا التحاليل ديالهم يصيفطوهم حتى على برا باش يتاكدوا من الصحه والسلامه ديال داك الشخص اللي غادي يدخل الولايات المتحده الامريكيه. فما ت... ما ت... ما تغفلوش على هاد الامور هادو، واللي عنده شي سؤال ولا شي استفسار ولا مرحبا على الراس والعين، يحاول يكتب لي غير كومونتير مرحبا، والله يسهل على كل واحد. صراحة الحمد لله الناس يعني راه الاشخاص كاع اللي كنعرف لا بلي بار كلشي جا، ما كانش شي مشاكل الا القليل اللي لقاوه مثلا كيكذب ولا لقاو عنده شي استوريك خايب ولا لقاو عنده، لان راه باش تجي لهاد البلاد راه ضروري غيدوزو عليك اونكيت يعني ابروفوندي كما كنقولوا معمق، حتى كيبحثوا عليك.